واش تي دابا ها سعاد اللي بغينا، ها سعاد لالا جوهره مغربيه، لالا سعاد زين التسميه. اليوم عجبتينا، اليوم درتي خدمه نقيه اللي كان عليك ديريها من شحال هادي يا لالا سعاد. اليوم زمتي ليا السداري بكريشه والعاقات والسارعه، تبارك الله عليك، خدمه مغيزه دايزها الكلام. هادشي واخا كنا كنقولوا لك شحال هادي، ولكن تبارك الله عليك، اتبارك الله عليك، كل حاجه بوقتها ولا زربة على صلاح. عب شويه وقال لك عب المهل كيتكالبو دنجال. اليوم السعاد دات واحد الخدمه نقيه ومغيزه اللي عجبتنا وغتعجم جميع المتتبعين ديالنا العزاز اللي كيتيقوا فينا وكيتيقوا في سعاد جوهره مغربيه. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه لانتم ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا، واللي ما داش ابوني يتابونا فلاشين شي واحد يرعى كيتفرجوا ويهربوا. سعاد تبارك الله عليك، اتبارك الله على سعاد النواره ديال فاس. اليوم عجبتينا في العاقه المسخوطه المشرشمه، تبارك الله عليك، حي ما كاين زيرو عاطفه، الكبده ما كايناش. واخا شحال هادي وجيتي شويه روطار وتعطلتي شويه السعاد، هادشي كان لك ديري من شحال هادي، ولكن كيقول لك كل حاجه بوقيتها مزيانه. اليوم السعاد حطت شكايه بالعاقه ضد الاصول. انتم عارفين الشكايه ضد الاصول ما كيتعاتقش معاها المخزن ديالنا، كلشي حتى الوالدين. الوالدين خط احمر، باش تعلمي العاقه المسخوطه تجلسي عماتك حداك، دوك الباترونات ديال عماتك حداك، والسريعه الكلبه وتطلعي لايف على الام ديالك وكتضحكي وكتضحكي في عماتك، دوك اللفعات الكلبات حداك كيكركروا البارح في اللايف، والسريعه كتكركر وانت كتقذفي وتسبي في الام ديالك. كلشي دوك المقاطع تيليشارجاو والشكايات حطات بالعاقه اليوم المسخوطه. مزيان هاد التاجيل، ياك المفرقه اجل زلزال اليوم، مزيان اجلتي داكشي، مزيان من الخير، كل حاجه من الخير المشاهدين. ما تفقدوش الامل، ما تقولوش لا وعلاش هكا، لا لا لا، كل حاجه من الخير المشاهدين، كل حاجه. هاي اليوم تحطت الشكايه ضد الاصول بالعاقه، المفرقه خرج اليوم انت والسريعه، وخرج شنينتيكا وخرج ديك مصديد العنق ديال زهيرو، راه هي خاصها الشكايه، خرجت هي تسب الام ديالها بحال المسخوطه الكبيره العاقه اللي، ولكن راه ما بغاوش يحشموا، ما بغاش تحشم. عيات سعاد متميك، عيات سعاد متميك سكتت، والعاقه عاد ما زايده فيه. كتنوض المفرقع كتحارب سعاد بناتها، كتحرقها بكبدتها زعما باش تغلبها وتقهرها، ولكن سعاد عيات ما تصبر، عيات ما تجمع. كلشي قال سعاد تعطلتي، انا بحال هكا كتكون عندي بحال ديك البنت مقطعة من الحالة المدنية الكرة، انكر باباها الكلب، ما عندها ما دير معايا ديك البنت. ولكن اليوم سعاد عجبتنا، شكاية ضد الاصول خلات تمشي تربى. اللي ما رباوش الوالدين، هذا هو الشعار ديالنا، اللي ما رباوش الوالدين يربيه المخزن، المخزن كيربي. اش خلاتها البعراوية، البحر ما قالت لهم الحبس ماشي روضة، غطيحة ونوضة، هادشي غتشوفي الروضة والطيحة ونوضة، هي الكلبية العاقة المسخوطة. دابا غندوزو للسداري بوكريشة اللي أجل الجلسة ديال المحكمة اليوم، وخا بزاف ديال الناس ما عجبهمش الحال، قال لك لا وعلاش كيتأجل هادشي وفين هو الدليل ديالكم وهادشي. كاين الدليل اخوتي، ماشي ما كاينش الدليل، كاين صوت وصورة ديال الشاهدة مجدة، وكاين أدلة وحدين أخرين، غير عارف المحاكم كيحكموا داكشي اللي عندهم، راه واخا يكون الفيديو عندهم خاص الشاهدة مجدة تجي. ونبشركم واحد القضية، الشهيدة مجدة دابا راك روشيرشي يا حنينتي، راه يقلبوا عليك فين ما كنتي. مزيانة هاد القضية، حنا بغينا نعرفو مزيان المفرقع ملي أجلتي الجلسة اليوم، مزيانة لينا من الخير ومن الخير تل سعاد. أجلتي الجلسة أستافيط، كندوي عليك الدوز أستافيط الله يستر. هي هاديك نيت باش البوليس يقلبوا على مجدة يشوفوا واش السيدة مختطفة، واش السيدة ساد عليها فشي بلاصة، واش السيدة مقتولة. حنا تشوشنا على هاد مجدة، بغينا نعرفوها فين كاينة. يمكنش هاد السيده قالت الاقوال ديالها وبالاراده ديالها لسعاد، ان شافت داكشي بعينيها وداكشي صوت وصوره. في الاخير السيده تغبر فجاه، والسيده خاطفنها، والسيده واقع عليها شي حاجه. بغينا نعرفوا هاد السيده فين مشات هاد الشهيده وتحضرت تمثل القضاء، تقول الكلمه ديالها في القضاء. ديك الساعه مشات تقول لهم، قلت لسعاد عاطيها الفلوس، خليها تقول عاطيني الفلوس سعاد، ولا المهم ديك الساعه تمثل القانون. شنو المفرقع كتخرج كتصلي على النبي وكتزغرات والحاله وانا ما دايرش، علاش كتاجل في الجلسه؟ علاش كتاجل في الجلسه ملي ما خايفش؟ ما ديرش ما تخافش. ولكن سعاد زمتتكم بهاد الشيء، شوفوا والله ما يتعاتقوا مع العاقه على الشيء كاين. دارت سعاد اليوم ها هي في الحيطه،
قولوا قلتها لكم، عقلوا على هذه الكلمه مزيان غتعرفوا واش عندي المصداقيه ولا ما عنديش المصداقيه، وعقلوا على هذا الفيديو. الشكايه اللي دارت سعاد اليوم بالعاقه والله ما يتزاقل مع القضاء ديالنا، كل شيء حتى الوالدين خط احمر. عرفتي سيختو ملي غيوصل ديك المقاطع اللي كتقولي لامك الكلبه والطوبه والتهمه بالخيانه الزوجيه وبالفاسده وبالعاهره، خاصك تربي لانك تصارها تصرتي بزاف. وكنطالبوا باش السلطات تدخل على الخط وتحيد ديك زهير ومصديه العنق، تحيد مع الاب ديالها، انا باقا قاصر والاب متهم بتهمة زنا المحارم، ما خاصش البنات يبقاو معاه، ما خاصش. كيفاش هاد الاب متهم زنا المحارم والبنات معاه؟ خاص السلطات تدخل على الحق الخط وتعتق دوك البنات من عنده، لان البنات معاه وبنت وحده اخرى كانت كتفسد، فسدات مع واحد اللي راه دابا في الحبس. هاد الاب غير مسؤول على البنات، سعاد من حقها تخاف على بناتها، واخا ما بقاوش بناتها لانهم ولاو عديان هاد الكلبات هاد العاقات. فهمت؟ الطرح دابا عاد سخن. انا براسي المشاهد نكذب عليكم، في الصباح تخربقت ملي شفت جلسه اجلاد، قلت علاش التاجيل كامل وعلاش كيلعبوا بالسعاد، ومليت من هذا الموضوع نكذب عليكم. من هذا الموضوع طول بزاف وحماض بزاف هذا الموضوع، حنا براسنا اصحاب قنوات ما بقيناش كنحملوا الهضره في هذا الموضوع، ولكن ما يمكنش نسكتوا على هذا الشيء. حنا كنشوفوا المنكر قدامنا وما نغيروش، ما يمكنش نشوفوا المسخوطات البنات كي شتفوا على الام ديالهم في اللايفات وفي الفيديوهات ونبقاو حنا ساكتين. لا، خاصنا نغيروا المنكر حتى نهار يحشموا دوك العاقات ويحشم داك الديوتي الشماته عاد غنسكتوا حنا. وما يمكنش نتخلاو على السعاد ونخليو الوحوش كياكلوا فيه والذئاب كياكلوا فيه كيما بغاو. مدورينا خمسه القنوات خدامين بها كيما بغاو، القنوات مفترسه اخرين عاوتاني من الطرف الاخر كياكلوا في السعاد كيما بغاو، ونتخلاو عليها حنا. لا، بالعكس، غدا ناضلو تتاخذ سعاد الحق ديالنا. واخا هو راه باينه هو المغتصب وهو مول الفعله وهو اللي واكل لحم بنته، عامل هادشي اللي كيدير وكيأجل. دابا المفرقع عاد بالو مطور زعما، قال لك اللي قراه اش كيقول لك، كاع اللي قراته قالك اللي كلاتو المعزه في الجبل غتخلصو في الوطاله، ما عرفتش كيقولوا له هذا المثال، غتخلص هذا المفرقع. داكشي اللي قريتي قراتو سعاد قبال منك، والمحامي الروقاني وما ادراك ما المحامي الروقاني. كيحسب لك دابا انت صافي غتاجل جلسه، بنتك غتوصل للسير القانوني، حقها غتزوج راسها. ما تنساش بنتك راه وقع عليها المشكل ملي كانت قاصر، والشكايات دارت وبنتك قاصر، ماشي دارتها 18 عام عاد تقول حتى لا، حقها صافي السير القانوني ديالها. بنتك راه ملي غدير السير القانوني اول واحد غتضرب فيه هو انت، عض بالك. وعاد خلي التهمه ديال التجار في البشر اللي شادوك جوج بنات وكتاجر فيهم كما بغيتي، وبالشهاده ديالك والشهاده ديال بناتك وديال حزقينو، ان الفلوس كيدوزو لك الكونت ديالك انت، وبنتك كتقول لانك الفلوس كتاخذ 500 درهم مرة 300 درهم اللي عطاني بابا، يعني كلشي الفلوس عندك انت، انت اللي كتاجر بهم وكتدخل بهم. ميمي غيو شي وحدين غيقولوا لي الكلاب ديال السريعه، لا حقتها سعاد كتصور بولادها، سعاد ما كتخرجش ولادها يتعاطاو في اليوتيوب، سعاد ما كتقولش لي مضروب في الاب ديالكم. جميع العائلات كيبينوا ولادهم مره مره معاهم في الروتينات عاديا، ولكن هو خدام بهم يوميا. سعاد راه ماشي يوميا كتبين ولادها، هو يوميا البنات صوروا داير لهم قنوات، صوروا هو يحلف في الادسنس حيت بارد الكتاف ولفها بارده، العيالات يخدموا عليه وبناتو يخدموا عليه، الديوتي الاخر الشماته يبقى وجد راسك. وانتم يا كلاب شو المشاهدين ديالي، في ما تشوفوا شي تعليق خايب عندي في التعاليق هنا هجموا على جدكم الكلب، انا عاطيكم الحريه. صبنوا لي الكلاب ديال السريعه، جاوا عندي الصباح هاجمين عليا، سير حكم اختك واختي اشرف من جدبوكم الكلب، شي اختي اشرف من جدبوكم الكلب. العاهرات اللي كيدافعوا على العاهرات، كدافعوا على المثقوبه اللي بحالكم بحالها، حتى نتوما عاهرات بحالكم بحالها، هي الكلبات الخانزات اللي كتجيو تسبوني في التعاليق. ما كنتسوقش جدبوكم الكلب، يكفيني انني عندي متتبعين ديالي العزاز كيعزوني وكيبغوني بحال خوهم بحال ولدهم بحال بحال واحد منهم، كيعزوني المشاهدين ديالي، كنقرا التعاليق ديالهم الايجابيه وكنضحك، وما كنتسوقش للتعاليق السلبيه ديال الكلاب الضاله ديال السريعه. واخا راه عارف السريعه وشنيتيكا وخوات هاد المفرقه عندهم فوكونت كيهجموا علينا، ما كنتسوقش لجدبوكم الكلب، نبحو حتى تعياو الكلاب. يكفيني كندير بوكم بلوك، وكان الصباح عجبني الحال حطيت واحد الفيديو لقيت المشاهدين ديالي مجمعين معاهم واحد التعليق، مع شنو قالت لي سير شوف اختك ولا هذه، ولكن المشاهدين ديالي ما خلاوش ليها، صبنوها مزيان. بقيت كنقرا التعاليق ديالي وفرحت، والله الا فرحت، قلت الحمد لله الناس كيدافعوا عليا وكيبغيوني. ايوا
واش دراسكم عاوتاني المعيار السبان جدبوكم الكلمه كاين عشتي فرديف تتشدوا الطريق معنا في هذا اليوتيوب ديال الكلاب الضاله. تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء، راكم تاج فوق الراس. تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.